يعني العراق لا ذنب له، العراق كدولة، العراق كحكومة لا ذنب له، ليس قرار العراق، ليس قرار الحكومة، هو قرار للأخوة في فصائل المقاومة، ونحن نحترم هذا القرار، ولكن لا نجاملهم على أن نقول لهم العراق كله يكون تحت رهن رأيكم، ولرأيكم الاحترام، ولكن العراق له أيضا احترام وله اعتزاز، والحكومة العراقية لديها موقف رسمي. إن أحرجت الحكومة العراقية وجاملت وقالت نحن لا، حماية العراق واجبة، لكن حماية العراق مو بالضرورة أنه تقف بوجه إسرائيل. حماية العراق أيضا تحصن من الثغرات القانونية والثغرات السياسية والثغرات الدبلوماسية، لأنه ما ممكن، لبنان لم تحصن، ومن دفع الثمن اليوم في لبنان هم بيئة حزب الله من قرى ومناطق، وبالتالي تعدى الهجوم إلى كل بناية في لبنان بدعوى مهاجمة حزب الله، لأن حزب الله كان بداعي مناصرة غزة يقصف القواعد العسكرية الإسرائيلية. هذا ما كان يعتقد حزب الله، هو ضغط على إسرائيل لمساعدة غزة، ولكنه لم يستطيع تقدير رد الفعل. رد الفعل الإسرائيلي لم يكن وفق ما أراده حزب الله، وإنما وفق ما أراده نتنياهو، وإسرائيل وبشكل الذي أراده، ولبنان صامتة، لا كلمة لها ولا عذر لها، لا أمام المجتمع الدولي ولا العراق. لا يجب أن لا يذهب أن يأخذ مكان لبنان.